زينب، بداية صباحنا لليوم ما رح تكون بعيدة عن مشهد مبارح اللي تجلى بمشاركة شعبية واسعة لممارسة الحق الدستوري في انتخابات مجلس الشعب. دخلنا اليوم بمرحلة عملية فرز الأصوات، نتعرف أكثر على الفترة المسموحة للطعون، آلية عمل فرز الأصوات مع القاضي حسام الدين رحمون رئيس لجنة القضائية الفرعية بدمشق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على الشاشة الأخبارية. صباحكم، أنا سعيد كثير بوجودي معكم صباحا. يسعد لي صباحك واهلا وسهلا فيك. يعني بعد يوم طويل من الانتخابات والتمديد ايضا للانتخابات التشريعيه، خلينا نحكي كيف شفت على العمليه الانتخابيه، سير العمليه الانتخابيه قانونيا، كيف تمددت، كان في اقبال حتى تمددت، احكي لنا اول شيء عن المشهد الانتخابي بشكل عام. اكيد، يعني انا بدي اتشكر سؤالك. نحن العمل المشهد الانتخابي عنا عملية متكاملة، حضراتكم عشتوا الإعلام ومشكورين، رافقتوا العملية الانتخابية من مرحلة الترشيح لمرحلة الجداول النهائية للمقبولين بالانتخابات، للدعاية الانتخابية، للصمت الانتخابي، ليوم الانتخاب الطويل. أنا من إلي الشرف كان من انتخابات الإدارة المحلية بـ 2011 لحد الآن عم كون ضمن اللجان المشرفة على القضائية المشرفة على الانتخابات. هلأ من خلال التجربة الطويلة فيني قوم يوم أمس أزعم، يعني أو خلال تجربتي الشخصية أنه بزعم أنه كان يوم أمس من أهدى أيام الانتخابات على اللي عشتها أنا على الأقل. حضرتك سأليني شو المؤشرات؟ عادة نحن بالانتخابات الماضية من قيس حجم أو هدوء اليوم الانتخابي من خلال كم الاتصالات الهاتفية بتجينا من وكلاء المرشحين بيقول لي هون في مشكلة، هون في عندي أزمة معينة، هون منعوا وكيلي يفوت على مركز انتخابي، هون حدا عم ينتخب مرتين. هلا الكم اللي كان قبل بنسبة مقبولة أنا مبارح تقريباً ما شفته، تقريباً كان شبه معدوم. هيدا بيدلني، بيعطيني مؤشر ويخليني اطمئن على شغلتين أساسيات، أنه نحن كلجان قضائية كان حسن إعدادنا للانتخابات هو إعداد جيد، وأيضاً التزام أمناء لجان الانتخاب، يعني أعضاء لجان الانتخاب مثل ما بيقولون هو العوام، لجنة الصندوق تبع الانتخابي كمان كان انضباطهم عالي، وكل عملية متكاملة. هلا اليوم الانتخابي تعرفي حضرتك أول شيء عم نراعي شغلتين أساسيات، هو وضع الكورونا اللي هو وباء عالمي، وعم نراعي كمان حالة الطقس. يعني هلا إذا واحد كبير مثل عمر مثلي ما عنده وظيفة ما عنده شيء ممكن ما ينزل أثناء النهار تحت بالقيظ بالشوب والحر الموجود، بيقول لك أنا بنزل بعض الظهر على مهلي. هلا نحن لاحظنا من اعتبار من الساعة 6 مساء صار حجم المشاركين بالانتخابات صار عم يزيد، لذلك ادعت اللجنة القضائية العليا بناء على اخبارات او طلبات من اللجان الفرعية بتمديد وقت الانتخاب، واستجابت اللجنة العليا مشكورة ومددوا وقت الانتخابات لأربع ساعات. نعم، اذا هذا التمديد كان مبرراته. خلينا نحكي اذا بدنا نحكي عن فرز الأصوات والإجراءات اللي بتضمنها فرز الأصوات، الكل ناطر هلأ النتائج. تمام. أنا بدي أحكي بالقواعد العامة لأنه إذا بدخل بالتفصيلات يمكن يخلص برنامجك وما بخلص. صحيح، لهيك عم نسألك. أكيد. هلا نحن إذا افترضنا أو أكيد انتهى تصويت الانتخابات الساعة 11 من يوم أمس، كنا عممنا على المراكز شيء حازم وواضح إنه إذا صارت الساعة 11 عندي بالليل وكان عندي 50 شخص ضمن مركز الانتخاب، يا ترى بعتذر منهم بقول لهم انا بطلت نخبكم، ولا لا بنخبهم وبعدين بوقف الانتخاب؟ لا، هدول حقهم كمواطنين طبعا. كانوا صافين بالدور يمكن نص ساعه او ساعه، اذا وصل دخل ضمن مركز الانتخاب ينتخب ويقترع. هلا سكرنا نحن باب الانتخابات، ومن واجبات لجان الترشيح اول شيء تفتح هذا الصندوق الانتخابي الابيض من لون قلوب الشعب السوري لامام الاشخاص الموجودين ضمن مركز الانتخاب، بفضلهم بيحصوا عدد المغلفات الانتخابيه، كل 100 ظرف راح يحطوه بظرف كبير ويقارن عدد المقترعين، عنده جدول عم يسجل عدد المقترعين بعدد
المغلفات الانتخابية الموجودة، وراح يشوف إذا العدد متساوي راح يبلش بفرز الأصوات. إذا فرض مو متساوي شو القانون قال؟ قال له إذا كان عندك نسبة 2% أعلى، يعني إذا عندي أنا 100 صوت أو 1000 صوت بمركز انتخابي طلع عندي زيادة 16 مغلف، راح نتلف 16 مغلف مباشرة نشرع نحصي أصوات الألف. إذا عندي مثلا 986 مغلف كمان بشرع. إذا عندي أكثر من 1022 صوت ساعتها بلغي المركز الانتخابي وبنقرر إعادة الانتخاب في اليوم التالي. العملية فرز الأصوات كثير سلسة، عندنا أوراق فرز منظمة وواضحة، ورئيس المركز الانتخابي وإشراف الوكلاء عم يتلي الأسماء وعم نعبي هذه الفراغات. انتهت عملية الفرز، عندنا محضر الانتخاب اللي هذا واجبه رئيس المركز الانتخابي من الصباح من 6:30 الصبح يملأ الفراغات، وفي عندنا حقل للوقائع، أي شيء بيصير أثناء النهار الانتخابي عم يسجلوا فيه، وبعدين رح يسجل أسماء المرشحين وكل صوت مرشح، يعني كان قطاع ألف، لأنه بتعرفي حضرتك في قطاع ألف للعمال والفلاحين، في قطاع ب لباقي فئات الشعب، وكل حسام رحمون أخذ صوت، أو أنا يمكن ما يعطوني لا صوت لكن مرشح، بيقول أخذ حسام صوت واحد رقما وكتابة، وراح يسلم هذا المحضر الانتخابي إلى اللجنة الفرعية القضائية. اللجنة الفرعية القضائية راح تشيك على هذا المحضر من حيث الشروط الشكلية الواجبة، إنه المفروض يكون وقع من 3 أشخاص من أعضاء لجنة الصندوق، وبعدين بنعطيه للإجابة الفرز والتدقيق والإحصاء، ويستمر تدفق هذا أو آلية هذا العمل حتى يردنا آخر محضر انتخابي. حينها ويورود أحضر آخر محضر انتخابي بيكون بشكل أوتوماتيكي الحاسب الإلكتروني أعطاني إجمالي أصوات كل شخص قديش، كل مرشح قديش أخذ. هلأ بالورقة الاقتراع اللي بيكون ضمن المركز الانتخابي، المفروض ما يكون أي ورقة اقتراع غيرها أو أي دعاية انتخابية لأي مرشح سواء كان مستقل أو أحزاب، في لها شروط لتكون صحيحة. صحيح. هاي حابين نحكي عنها كمان استاذ حسام، يعني امتى بتكون الورقة باطلة وامتى بتكون انه صحيحة لما بده الواحد يقترع؟ اذا تكرر الاسم مثلا بنفس الصندوق بشكل انه شخص واحد اكتشفت انه شخص واحد حط مثلا مرتين، اقترع مرتين بنفس الصندوق او اقترع باكثر من صندوق، او مثلا اذا كان حاطط ورقة بيضاء مثل ما عم نشوف احيانا في ناس ما بتقترع بتحط اسم بتحط ورقة بيضاء. أكيد. هلا في عنا شروط صحة وفي عنا أسباب بطلان الورقة الامتحانية. لو عفوا الورقة الانتخاب الورقة الاختراع. أخذ علنا الامتحان. أنا ساعات دخلت على رحاب الجامعة وقعدت على الكرسي المزيك هذا. قلت له الشاب اللي عندكم بالإعداد فرجعتني 40 سنة. هي لا مرحلة امتحانية للأعضاء بالمرحلة المقبلة. فرجعتني 40 سنة وذكرتني يوم كنا نقعد بالجامعة. هلا الورقة الأصل إنه نحن خلينا ناخذ مثل عملي، إنه نحن إذا عنا دائرة دمشق الانتخابية عنا بالقطاع علي 9 مرشحين 9 مقاعد، وبالقطاع ب 19 مقعد. إذا إجت بالورقة الورقة الاقتراع 9 ب 19، فإذا ما عندنا مشكلة. إذا أجانا بالقطاع علي مثلا 11 اسم وجانا بالقطاع ب 22 اسم، نحذف مباشرة الأسماء بالأسفل ونحافظ على الرقم 10 و19. هلا حسام رحمون مرشح عن القطاع ب باقي فئات الشعب، وجاء اسمه بالقطاع الف، يا ترى في رئيس لجنه الانتخاب يحسب له صوته؟ طيب اذا ما في غير اسم حسام رحمون بالمرشح بالقطاعين، بقى من باب البدهي انه ممكن هذا الناخب يكون صار عنده خطا قلمي يحسب له صوته. طيب اذا تكرروا الصوتين يعني بالقطاع الف وبالقطاع ب راح نحسبهم صوت واحد. في تناسق. من شروط صحه ورقه الانتخاب ايضا انه ما تكون فيها اي علامه فارقه. يعني بعضهم بيقول له اخي بدك تنتخبني تحط لي علامه اكس مشان افهم انه انت انتخبتني. هي باطله قولا واحدا. يمكن يكون راسم منظر طبيعي بالليل هو يعني يفكر فيها. ممكن يكون حالم له بشي شغله، يعني بالشمس هي عم تشرق
كلها العلامات الانتخابية، ممكن يكون حاطط قائمة انه انا قائمة الوحدة الوطنية وانا قائمة كذا، كمان تبطل، ممنوع على ورقة الاقتراع. طب اذا سألتيني سؤال انه اذا هو جايب ورقة اقتراع من عنده يا ترى بحق له يحطها بالصندوق الانتخابي؟ بحق له، بس بحق له لكن بالضرورة إذا تكون خالية من أي علامة فارقة. هلأ في ناس قالوا ممكن تضيفي أسماء مثلا أو تضيفوا أسماء اللي بتكون إياها على ورقة الاقتراع، صح هذا الحكي؟ هلأ نحن عندنا الورقة بيضاء. هلأ في بعض المرشحين، بعض المرشحين اللي بيعملوا تكتلات انتخابية سواء كانوا أحزاب أو مستقلين، ممكن يطبعوا أوراق وينشطوا على باب المركز الانتخابي لوكلائهم ينشطونهم. هلا ممكن اخذ ورقه مطبوعه منه ممكن يكون بذهني اسم حدا تاني ضيفه، ما عندي مشكله، كل هالامور منيحه. هلا ممكن واحد كل هالمرشحين اللي عندنا نحن 238 مرشح بدمشق مو مقتنع غير مرشح واحد فات حط اسمه، يا ترى 18 واحد ما انتخبهم هدول، الورقه مقبوله والضروره مقبوله، لان هو انا حر، يعني الاراده هي فعل شخصي بيعبر عنه شخص، فإذا أموره محلولة ما في عندنا مشكلة. هذا لجهة ورقة الانتخاب. طيب أستاذ حسام خلينا نحكي عن فترة الطعون. تمام. الفترة المسموحة على الطعون إمتى بتبلش؟ قديش هي الفترة الزمنية؟ هلا أنا بدنا نميز بين شغلتين، بين الاعتراض والطعن. الاعتراض بيكون على العملية الانتخابية وينتهي موعده بتسليم النتائج النهائية، يعني بإعداد الجدول النهائي لفرز الأصوات وتسليمه للجنة القضائية العليا. أن حضرتك بتعرفي وحضرتك أنه النتائج مجلس الشعب أو الفائزين بعضوية مجلس الشعب تعلن من قبل اللجنة القضائية العليا. صحيح. الفائزين بمجالس الإدارة المحلية اللجان الفرعية بتعلنها، مجلس الشعب، اللجنة القضائية العليا. فإذا باب الاعتراض مفتوح طالما نحن عم نفرز نتائج. هذا الاعتراض يقدم إلى اللجنة الفرعية القضائية. ليش قلنا اعتراض؟ لأنه بده يطعن بإجراءات الانتخابات سواء بيوم الانتخاب أو بعملية الفرز أو بدوبلة الأصوات مثل ما تفضلتي وحكيتي. هذا يفترض يكون سجل اعتراضه على محضر الانتخاب بحقل الوقائع، وواجب رئيس واجب لجنة الانتخاب تجاوبه على اعتراضه. هلا اذا اقتنع بجوابهم انعم به واكرم، ومعظمهم ما راح يقتنع بجوابهم لانه هو دائما بيعتبر حاله على حق، راح يقدم باعتراض للجنه الفرعيه القضائيه ونحن راح نجاوبه على اعتراضه بشكل اسرع، يعني باسرع وقت ممكن. هلا ممكن اذا هو ما سجل اعتراض بمحضر الانتخاب نحن بكل بساطه راح نقول له نرد لك اعتراضك شكلا. ليش شكلا؟ لانه انت ساعتها عم تعترض على قرار لجنة انتخاب. تعترضها كمان لجنة الانتخاب، فإذا أنا ما عندي قرار دقيق بمدى صحته أو بمدى خطأه. سلمنا النتائج النهائية للجنة العليا للانتخابات. وسيد رئيس اللجنة القضائية العليا أعلن أسماء الفائزين بمختلف المحافظات. بقى هون من تاريخ صدور هذه النتائج للمرشح الذي يرى نفسه كأنه مظلوم أو ممكن عن 20 سبب يتهيأ له أو يكونوا فعليات، نحن ما لنا بالسرائر، خلال 3 أيام يتقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية. والمحكمة الدستورية المفروض خلال 7 أيام تجاوبوا على هذا الطعن. يعني الطعن بيكون بمثابة دعوة يسجلها أمام المحكمة، والمحكمة أيضا راح تنظر بمدى صوابية أو عدم صوابية هذا الطعن وتجاوبوا عليه. هذا العملية بكل بساطة. نعم. بما أنه أستاذة حسام قلت أنه مبارح كان من أهدى أيام الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب، بالرغم من أنه كان في كورونا ودرجات حرارة عالية، لكن شفنا في إقبال يعني مقبول خلينا نقول على الانتخابات. وخلينا نحكي عن دور المحكمة الدستورية العليا بهي العملية. يعني تعامل الطعن كأنه دعوة، له أن يقدم من المستندات والوثائق التي يرى أنه تفيد طعنه، وواجب هذه المحكمة أن تدقق خلال 3 أيام مثل ما قلنا، هو معه 3 أيام يقدم، وهي واجبة خلال 7 أيام تثبت بهذا الطعن
وتجاوبه وتقول له أنت محق واللي مانك محق، أنت طعنك طلع صحيح واللي مانه صحيح، والشغلة بكل بساطة هي. أكيد. حاولنا يمكن نستفسر عن جميع الممكن التساؤلات اللي بتخطر ببال جميع الناس اللي عم يتابعونا اليوم حول انتخابات أعضاء مجلس الشعب. نتشكرك القاضي حسام الدين رحمون رئيس لجنة القضائية الفرعية بدمشق على وجودك معنا. أكيد نوجه تحية لكل المؤسسات المعنية بيوم الانتخاب، كانت في جهود جبارة تشاركية في جميع قطاعات ومؤسسات الدولة لسير العملية الانتخابية رغم الظروف الحالية على أكمل وجه. شكرا كثير لك. وأنا شاكر سألتكم وشاكر حصكم على إيضاح الصورة لجميع الناس. أكيد ونحن متشكر وجودك معنا، يعني دائما صباحاتنا هيك بنكهة العدالة خلينا نقول، والمعلومة القانونية الصحيحة. شكرا لوجودك معنا. شاكر لك. شكرا.